قولي عايش خويا اللي ما تبش تقعد هكا يا اخي. الله غالب الله غالب، ما عنديش زر، انا قدم خطوه وزهري واخر بيا خطوتين، قولش عليه يشطح معايا في التانجو. دي تشطح على طرب وفلس. اسمع اسمع، اعطيني 50 دينار. دي ما تقول اعطيني، ما تقولش خو مره في حياتك. تحب تاخذ؟ ماشي تفضل، خذ بورتابلو هذايا تكسر صلحه لي. بالله يعني طاسه طماطم هذايا باش تصلحها ب 50 دينار؟ ربك ربك ما تعرفش قيمته هذاك بورتابل دو كوليكسيون، مازال فيه لعبه الحنش. بورتابلوك في الحنش انت؟ اي فوالا. يوم عيد الامهات يلزمني نهدي لدوجة الجهدية. بون وانا نعرف لي احسن كادو في حياتها، اما المشكله شو باش نهدي لها؟ خاطر هديت لها قبل ما كان ما جيش حسبتي الخدمه نتاعك ما تهديليش اسبيناتور. وعام هديت لها طنجره. ماما تيش اش هديت لك؟ بليك ما جيش تحتفلي الطبيخه نتاعك تهديلي طنجره. وانا نعرف اللي انا تحت قدام الامهات، اما ما ياسر نحسها قديمه عايشه مع الديناصورات. مش في كدويتك هورة، في كل شيء، أي حاجة نعملها تظهر لها معوجة. ما كتلقاني ساكتة. سارة شبيك ساكتة؟ ليه ما نورما؟ شو نورما؟ هكا واحد يكون قاعد لباس عليه لطاح لدزويق بيولي ساكتة؟ محبش نتكلم. علاش متحبش تتكلم؟ خاطر نحب نسكت. سارة راني أمك، لازمك تقولي علاش تحب تقعد ساكتة. خاطر نحبش نتكلم. علاش ما تحبش تتكلم؟ خاطر نحب نسكت. علاش تحب تسكت يا بنتي؟ بكش عامل دبني سنو. طب مش معقول هكا واحد يكون قاعد لاباس عليه يتكلم شيخ مريض لا طاح لا دزوي قومي ولي ساكت. علاش باش يولي ساكت؟ ترا مول فما علاش ساكت 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 ساكت، لازم يتكلم هكا، لازم يتكلم يفرغ قلبه مش يقعد ساكت. طب نورمال هكا يا ربي بحمى لازم يتكلم. برا عادة كان جاوبها تنعدي وجمعة وإحنا نحكي. وهي المشكلة مش غادي، خاطر تويتي ساعات شفتوا مهدي ذاك اللي عقدة في النوارة ما طلعي كي. سارة بنيتي قديش تتكلم؟ ما تعرفش تسكت؟ دد 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 كسرت لي راسي. ما حبيت نحكي لك خاطر جوست خاطر نهار تصبح ساكتة ما تحبش تتكلم، ونهار ما تفكش على الكلام تحس في مخي من داخل فيه طبي، ودي دد 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 تقول كوكو تغلي يزي من الكلام. بيه ونسكت. بيه بيه كمل الحكاية. هي قربت له كي راهو حلب على روحه هو ما كلمو حد. اسكت بيه اسكت يزي يزي بك يزي. ماكش نورمال يا سارة بنيتي، اش فما شبيك سمحت تتكلم؟ قولي اش فما. حتى شي جوست حبيت نحكي معاك. تي قولي راني امك ما تخبيش عليا اش فما. اخر تصبح سيك تنو تصبح تتكلم نا بطاطا كنتي وين وطني ميبتي لحنينة راسي نجوشو فديت انا يزمو لازم نسمع زيدا مجبورة اني نسمع فهمتش علاش. هو هذا كل يتعدى اما توصل بها الحالة. ليه ما تصدقش سارة بنتي انا تغسل في المعونة؟ اي دجدش حبيت نعاونك هكيكا؟ هياك من الاخر لويش تحب حاجة؟ ليه؟ كيفاش ليه؟ انت تكون قاعده واحد تقوم تغسلي في المعون فاش قا؟ نحب نعاونك. ليه لا ما صدقتش ما صدقت؟ هكا صارت كانت قاعده تقوم تغسل المعون هكا ما غير مقابله لازم تدش باش حاجه زعما لا ما صدقتش ما صدقتش. كيفاش؟ انت عمرك غسلت معون من غير ما طلبت حاجه؟ كيفاش صارت تقول اعطيني حاجه؟ طلبت صابون ماشي تقول ما برك اعطيني حاجه. هذيك علاش لازمها كادو سبيسيال. ماماتي شو شديت لك يا روحي؟ كتير كيف تتعاملين مع ابنتك الوحيدة سارة؟ يا علاش ما تاخدش بالإكسبريمونتاسيون بتاعي؟ أنا مامات كل عام نعملها كادو سيربرون، كل عام الكادو بتاع السنة خير من العام اللي فات. تكذب أمي. دوجة إجاني حاجتي بيك. بسم الله على خويا شبيك يا بابا؟ مانيش لاباس.
علاش فما؟ عندي مشكل. شنو هي تبغيني احكي لي ما تفجعنيش عايش خويا؟ عندي مشكل كبير ما نجمش نحكيه. تي قول بركة. دوجا عندي مشكل. والمشكلة هذا ما يتحل كم 100,000. احسب ال 100,000 في مكتوبك شيخ كلمني وقل لي يا توامي. أو كيفاش؟ عندي أختي. أختي هذه باللي أنا صغير وهي تعطف عليه. حصيله كل ما تقاين عليه هي اللي تعطيني المصروف. تو 15 سنة نفطر ونتعشى عندها. جا عيد الأمهات. عندي نهارين ونخمم كيفاش ناخذ لها كادو ونفرحها بيه. حرت. درت منها تسكرت البيبان في وجهي. هاني جيتك انت يا اختي باش تعطيني 100,000. توهمي شكون يا اختك هذه نعرفها؟ شكون عندي انا في الدنيا غير خلافك انت؟ انت دوجة اختي. توهمي هذه سلف والعب معاهاش باش تربح من وراه. الكادو احسبو صل او كف الكلاص. ربي يفضلك ويخليك ليا وخلي لي 100,000 نصرفها انا وبنيتي. ايه ما الكادو اللي قمرته لك انا ب 10,000، اعطيني بقيت ال 100,000.